عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. بالحديبية، الحديبية مكان ولا زمان؟ فعل ولا اسم؟ مكان. كان اسمه ايه؟ الحديبية. وكان عنده بئر، ونسب المكان إلى بئر يقال له الحديبية. كان عنده بئر ماء على إثر سماء كانت من الليل. هذه الجملة شكلها كده صعب، تعرف معناها؟ على إثر سماء كانت من الليل، ما معنى على إثر؟ على إثر مطر، يعني بعد مطر. المطر يقولون عنه سماء. على إثر مطر، يعني بعد مطر نزل من السماء ليلا، فهم؟ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كافر بي مؤمن بالكوكب.